في أجواء ليتورجية روحية تمنح الكنيسة اللاتينية في الأردن عدداً من أبنائها رتبة شدياق، حيث منحت هذا الأسبوع رتبة شدياق للقارئ أنطون حنا، وذلك ضمن قداس احتفالي ترأسه المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن في كنيسة الراعي الصالح التابعة لمركز سيدة السلام بعمان. حضر الاحتفال البطريرك فؤاد طوال والمطران سليم الصايغ وراعي الكنيسة الأب شوقي بطريان والأب فراس حجازين وعدد من الكهنة والشمامسة وجمع من المؤمنين وذوي المرتسم. وفي نهاية القداس التقى السادة الأساقفة والمؤمنون حول الشدياق الجديد في جو من البهجة والسرور. منحكم الله نعمته هو منبع كل خير وأفاض بركته عليكم وخلصكم وحماكم طول هذه السنة الجديدة. الآن والإبن والروح القدوس.